امين. ثانك يو كمان اجاني يعني ما بعرف كبلتيني بالاتيكات وبالقصص وانا زلمه فري سبيريت. هلا ما قلنا نحن انه ابدا إيه؟ بالعكس تماما. الاتيكات مفروض تكون دائما فيها هيك فري سبيريت، لانه الاتيكات هي وقت الواحد يكون بيعرف كيف يتصرف بكل الاماكن. صحيح صحيح. مثل ما قلنا هديك المره كل لباس كل مقام له لباس، فاليوم مدام اتيكات كمان جايه بالسبور اللي عندك. اهم شيء اليوم بدنا نحكي انه وقت نكون بهذا المكان الجيم يلي هو مكان بيلتقوا فيه اشخاص بشكل كثير ضيق وبيصدر عنه اشياء كثير ممكن الانسان ما ينتبه لها. اول شيء انا دائما بقول انه اذا رايحين على الجيم نعمل شاور. هيدي كثير قليل الناس بتفكر فيها، بتقول انا رايح على الجيم خلص ماشي الحال بعمل شاور افتر، وهذا شيء غلط كثير. بالضبط، هيدا شيء كثير من هالموضوع، هيدا بتعانوا كثير من هالموضوع. مزبوط. وخصوصا انه الاشخاص كلياتها يلي بتكون موجوده كمان بالجيم اكيد بيعانوا من هيدا. مزبوط. الموضوع ثاني شغله، وقت اللي بنكون رايحين على الجيم مفروض نكون نحن محضرين، يعني البارفان تبعنا يكون كثير قليل، لانه في كثير ناس بتتضايق كمان من الروائح. نجرب قد ما فينا نتجنب الروائح الكثير قويه. مش كل الروائح بتتناسب مع كل الاشخاص. بالضبط، وخصوصا بهيك اماكن صغيره ومسكره فالروائح بتكون بتصير تطلع اكثر، يعني اذا كانت بارفان قوي كمان بتضايق الاشخاص اللي موجودين. ثالث شغله كمان بدنا ننتبه لها انه ما نعمل اصوات كثير وضجه، يعني بنفوت في كثير ناس بتشوفهم فايتين على الجيم وبيسلموا وبيبوسوا وبيكون في هيك بيعملوا مثل اكشن حلو، بس كمان يحترموا انه في اشخاص بيكون عندهم خصوصيه معينه جايين تيرتاحوا. مزبوط. كمان ما بدهم يمكن الاشخاص الاخرين يتطفلوا عليهم بهذا الوقت. كمان شغله بدي اقولها انا، انه وقت بيكون حدا عنده جيم رجعي على جيم ما يحجز كل الماشينات، يعني اذا كان معه التاول تبعيته بحط تاول بحط المنشفه على مكنه وبيرجع بيروح بيعمل بمكنه ثانيه لحتى يحجز اثنيناتهم، هذا كمان شيء مش مزبوط ابدا. وقت بيكون حدا عم بيشتغل على ماشين بيشتغل عليها بخلص وبيترك مجال لغيره لحتى هو كمان يجي. في يضيف اذا بدك، لانه بتعرفي انا كمان بهالدومين وكل يوم كل يوم بشوف اشياء ان اثيكال اذا بدك بالجيم، يعني في كثير ناس بيجوا بكون مثلا قبل ما يفوتوا على ياخذوا شاور او يحضروا حالهم ليفوتوا على الفتنس روم او على الجيم بيجوا بيحجزوا المشين، وهذا شيء بالنوادي بالعالم كله فيرست كم فيرست سيرف، ما فينا نفوت نحط المنشفه نرجع نفوت نحكي على التليفون نغير نحط الشورت علينا نحط التياب علينا لنرجع نجي. في اذا بدك تايم 15 دقيقه هيدي معقول حيالله حدا يجي يكون بس بده يعمل 15 دقيقه بده يعمل وورم اب عليها او حتى بده يكون انه يجي هو سبق عليها، فهيدي شغله كثير بنعاني منها. وبالحلقه رح احط لك كم تيب كمان كثير منيح. اكيد نحن مشان هيك اليوم رح نعمله هون، رح نعمله سوا هيدا هيدا السيجمنت. انا اللي عم بقول لك هون اللي نحن بنشوفهم، وانا مشان هيك كمان بتمنى انك تعطينا خبرتك كترينر. فاذا قلنا الماشين ما نحجزها، وحتى وقت اللي بنخلص رح نشوف هون في عندنا مثل هدول التاولز، هيدول التاولز كمان موجودين وين ما كان بقلب الجيم، هيدول مش بس لحتى نتفرج عليهم، كل ما نخلص ماشين مفروض انه الشخص اللي استعمل هيدي الماشين انه يمسح محله، واذا في سبراي كمان كمان يعملوا وايبينج، لانه نحن اليوم عندنا العرق تبعنا عم بينزل على هيدي الماشين، ومن الكورتسي تبعتنا من اتيكيت تبعنا انه لياقتنا انه نترك الماشين اللي استعملناها نضيفه للشخص الاخر اللي حتى يجي يستعملها. حتى وقت اللي بدنا نستعمل الدمبلز كمان او اي شيء ثاني موجود دائما نجرب انه مثل هون رح نشوفهم هيدول دائما نردهم لمحلهم، لانه مش معقوله انت اليوم بدك تجي تعمل 100% بدك تعرف وين هن، بده يكونوا موجودين بمحل معين، محل انت اخذتهم من هون بتردهم على هون. هيدول اللياقات الصغيره يلي لو كل شخص فينا بيقدر يعملها شو بيصير؟ بيصير انه بيريح الاشخاص الاخرين وقت اللي بيجوا بدهم يعملوا هيدا الاكسرسايز، بلس انه الاشخاص اللي موجودين والقيمين على هذا الجيم مش دائما انه عم يلحقوا الناس لحتى يدبون الاشياء اللي مفروض واحد يستعملها دائما تكون يقدر انه يرجع يرجعها محلها بالمكان اللي كانت، تعمل ريسيت للماشين مش يوقف بنص شو اسمه هيدي الجيم تبعه وبعدين يتركها بيصير الشخص الاخر ما عم بيعرف كيف يرجع يستعملها. انا بضيف على اللي قلتيه اللي باكده يلي قلته نادين، اليوم لما نحكي هايجينيك
واحد بيجي على الجيم او بيجي على الفاسيليتي اللي بيتمرن فيها لانه كل نهار كان عنده شغل، كل نهار كان عنده، وما حدا بيجي على الجيم بس لانه واجب، بيجي على الجيم لانه هذا الباشن تبعه، هذه من الهوبيز تبعوله. فما مفروض يجي على الجيم ويحس انه بعده بمكان العمل والاشياء اللي عم تضايقه بغير محلات بعد عم تضايقه بالجيم. هايجينيك اكيد كل شيء هايجين كثير مهم. فبالتالي في نوادي بتامن هي سبريات وتاولز مثل ما فرجت نادين، وفي 5 ستارز اند بلس جيمز بكون في حدا بيقوم بهالشغله دائما. مشان هيك بالحالتين الماشين دائما لازم تتنظف بطريقتين، طريقه بيبقى مشغول مسؤول عنها الهاوس كيبينج اللي بيعملوه بتاسك بريك داون على بكره ظهر عشيه ما بعرف كيف، ولكن في ناس بيبقوا اذا كان ترينر او اذا كان حدا خصيصا بيكون شغلته يشيل العرق الاشياء اللي بتتركب من استعمالات غير اشخاص عليها. سو بالتالي كمان لما تحكي عن الدمبلز كثير من الناس بتصير بيشتغلوا بالقصة بالغراض وبيتركوهم محلهم، وباي كورتسي لازم كل شيء يرجع محله لانه هيدي الدمبل مش لاستعماله بس، رح يكون في كثير ناس بدهم يتداولوا على استعمالها. مش هيك لما تكون حيالله محل بالجيم ما حدا بيعرف وينه، بس لما تكون بمكان المخصص لها كل العالم تروح لهونيك وبتاخذها، سو بتخلي التمرين اسهل للناس اللي بيتمرنوا. هلا كمان بدي اقول انه وقت بيكون حدا عنده بيرسونال ترينر يحترم الاوقات كثير مهم، لانه الاشخاص حتى اذا كانوا نحن لقلنا يعني مخصصين لهالساعه مش على اخر تكي بنقول له لا نحن ما بقى بدنا نجي، او حتى كمان حتى لو نحن عم ندفع هيدي الساعه وما جينا كمان يكون في عنا كورتسي نقول له نحن ما نجي. وهيدي من الاثنين بتصير، انا مش طبعاً. بس عم نقول اكيد مش كلاينتس، هيدي اتس بدك كونتينيوم فلاش، لانه كمان الانستراكتورز لازم يكونوا دائما برايورتي هو التمرين، ونفس الشيء هيدا الكلاينتس لازم يكونوا برايورتي تبعهم. اكيد. هلا شغله ثانيه، وقت بنكون عنا كلاسز اذا كان بدنا نفوت رجاء ما نفوت على الكلاسز بنص الكلاس او يكون كمان صار له فتره. شغله كثير مهمه عم تقوليها، لانه هون بطلنا عم نحكي اتكس، صرنا عم نحكي مشاكل فيزيكال بروبلمز. دائما 8 ل 12 دقيقه هو الورم اب، الكلاس هو كولكتيف كلاس. يعني انا ما بس عم بحكي كثير، بس بالعكس انا مبسوطه فيك بس لانه الاتيكيت هي واحد يعرف كمان واجباته وحقوقه. اكزاكتلي. في انستراكتور واحد عم بشوف سيرتن اماونت اوف بيبل، يعني 10 20 او 30 او 8 كلاسز كثير كبيره، السيرفيس تبعيته مشتته بالتساوي على كل هالاشخاص، فما في وقف صف يقول لا لازم او لازم تعملي او تعمل وورم اب قبل ما تفوتوا. بكل العالم الصف لما يتسكر الباب ممنوع حدا يفوت بعدين، لانه فيزيكلي بيصير في اي انجري. واحد اذا بفوت دغري بفوت بالصف، بنشوفها كثير كمان بلبنان، معقول يعمل انجري لحاله. بالتالي لما يطلب الانستراكتور يقول للكلاينت بليز ما فيك تكملي او ما فيك تكمل الصف، عم بكون في كلاش دائما انه لا انا بفوت على الصف ساعه اللي بدي. يا عمي هذا الشيء اللي عم بقوله هو شغله انستراكشنال بتساعدك انت ما تاذي حالك او بتساعدك ما تاذي حالك. صحيح. ومنقول انه الموبايلز كمان غير they are not welcomed. يعني بليز ما حدا يفوت معه الموبايل، هيدي مش معقول انه بهيدا الوقت الساعه الناس مش مضطره. اذا عندك كول كثير كثير مهمه ما بتقدر انك ما تاخذها ما تفوت على الصف. صحيح. لانه انت اليوم وقت اللي عم تفوت على هالصف وعم ترد على التليفون، هيدا الشيء عم بيزعج الاخرين، عم بيشتت افكارهم. فلهالسبب نحن عم اليوم عم نحكي على جيم اتيكيت. هدول اشياء كثير بسيطه بس يا ريت كل واحد فينا يعملها، وبتريح كثير الاخرين. بعدين بدي اقول بالشاورز، هيدا هون يعني ما بقدر لكم، بس انا قبل ما نعمل هالحلقه برمت على كذا جيم وبقول لكم انه الشاورز از سمثينج يلي كثير الانسان مفروض ينتبه لها. اولا لانك انت كشخص معروف او غير معروف، انت كشخص اجتماعي مفروض يكون في عندك قواعد معينه تدلك جواتها. منفوت على الحمام اذا واحد منه لابس شيء، حتى لو كان بس بنات وبس شباب، مش كل الناس بتحب انه تشوف الاشخاص سوري ما انا لابسه اي شيء. هيدا الشيء ما بيصير، مفروض الانسان دائما يضل عنده على الاقل منشفه. بعدين وقت بيطلعوا من الشاورز، المي يلي عم تجي يعني بينشف حاله قبل ما يوصل على الزون يلي مفروض يكون فيها صارت ناشفه. بغض النظر كانوا في اشخاص عم بتنظف ورانا او مش عم بتنظف، هيدي اشياء مفروض الانسان هو تكون يعني متاصله فيه. مفروض يكون انه دائما دائما عنا تفكير بالاخرين، consideration، مثل ما قلنا الاتيكيت مبنيه على الاحترام، على الصدق وعلى consideration، شعور بالاخر. اذا انا في اشخاص عم تهتم بنظافه هذا المحل، مش معناتها انه انا لي حق حط مي وين
وين ما كان او انه ما اهتم بهيدي التفاصيل الصغيره. بعدين وقت بنكون كمان عم نلبس نجرب بليز ما نتطلع بالاخرين، يعني في امرار كثير اشخاص بتصير مركزه على حدا تاني عم بيلبس، انه الواحد مفروض يهتم بشؤونه، برايفسي، هذه بتحسي سابوتاج للبرايفسي. بالضبط، يعني امرار بتشوف في ناس بتصير بتحدق بالاخر، وهذا فوني تيب، هذا شيء مضحك انا صراحه عم بضحك، لانه واحد عم بيلبس ثاني عم يطلع فيه منه شيء مريح. هلا امين نحن بنفهم انت بيكون عم بيعد قديش يا حرام بده يجي كم مره على السيشن لحتى يصير العضلات تبعوله هيك. والله عم تخجليني يعني، بس انا كمان ما برتاح دفنتلي اذا عم بلبس وحد عم يطلع علي. بس كمان في تيب كثير مهم، هيدا انا شخصيا بعاني منه كثير، ومش عم مش عم بقول عم مش عم بعمل بروفايلنج، انا مش عم بقول الصبايا او الشباب الاثنين، لما يكونوا يجوا على الماشين ويقعدوا عليها ويخيموا على الماشين، هيدي انا بتقتلني، خاصه بالنوادي في مثلا تشست سيتد بريس مثلا وحده، بيقعدوا بيعملوا اول سيت، بيعملوا ريكفري، بياخذوا تليفون، بيشربوا مي، بياخذوا جريده، بيرجعوا ثاني سيت، يلي هن ما لازم يكون هذا الشيء، لازم يكون الريكفري كثير محدد وكثير انه نسبيا بيتناسب مع وضعه للشخص. بروح اوقات انا مره عديت 25 مينتس مدام قاعده على نفس ماشين، وانا بدي استعمل الماشين ومش قادر الا ومستحي كيف. بس اليوم الافضل كل واحد الاتيكيت بتقول انه يعمل الحركه على الماشين وما يضلوا قاعد عليها، يوقف اذا حدا اجا، بس يضلوا حد الماشين اذا حدا اجا وسال عم تستعمل الماشين، الجواب دائما لازم يكون نعم عم بستعمل الماشين، بعد عندي 3 سيتس او بعد عندي 2 سيتس او بعد عندي 4 سيتس، اذا بتحبوا فينا نتشارك نعم بالماشين نتشارك. وهيدي معرف عنا بالعالم، وهيدي بتعمل كونكشن كثير حلوه ما بين الريليشنز، هيك بيتعرفوا العالم على بعضهم، بكون في موضوع وبهالوقت بكون الموضوع على الماشين اللي حيتشاركوه سوا. سو جوينج تو ذا جيم هو اتس اباوت يكون في كوميونتي حلو، يكون في حكي مع بعض، بيلدينج سبيريت، هيدا تيم وورك، تيم وورك بينعكس بهالشغلة. بس بعرف كتير ناس أنا بيجوا لعندهم عم تستعمل الماشين قدي بعد عنديك مطول كتير أو مطول كتير، يعني رسمت التريتوار تبعيتي بليز ما تقرب لتشوفني فليت عنا وهون صحيح. هيدي كتير كتير مهمة إنه الواحد وقت اللي بيكون عم بيشتغل على الجيم على أي ماشين بيقدر يتشارك هو وياها مع شخص آخر، وكمان بيقدر إنه يعني يحدد هذا لأنه الليمت تبعيته. بلس وقت اللي بيكون في عندك أنت ترينر أول ما بنفوت على الجيم، لأنه كتير ناس ما بتعرف ليه إنه ليش وقت بيجي بيقول لك أوكي هاي تشارت تبعيتك، مثل ما وقت رحنا على الفينيسيا أنا وياك، يعني بتعمل لي تشارت بتقول لي بدك تعملي 1 2 3 4، لهالسبب بيكون واحد عنده محدد تيعرف شو بده يقول للشخص الاخر ويعرف قديش بده يحجز هيدي الماشين. وما في داعي تنحجز اذا كان حدا اجى بالريكفري تايم تبعك بيكون يمكن هو عامل السيتس تبعوله. مزبوط، بهيدي كثير مهم يكون في مشاركه، يكون في احساس بالاخر. هلا نحن ما عم نقول انا انه اليوم بدي اروح على الجيم واهتم بس بالاخرين وما اهتم بحالي، لا، اعمل كل شيء بدي، بس نحن عم نعمل السبور تبعنا كمان يكون في عنا روح رياضية لحتى نفكر بالآخرين وشوية اتيكات ما بيضر أبدا أبدا أي حدا. وعلى هالسبب لو سمحتوا الأشياء الصغيرة التفاصيل الدقيقة، حتى مثل ما قلنا إذا كان في أشخاص عم بتساعدنا دايما نحن نكون موجودين لحتى يكون وجودنا محبب، يعني وقت اللي بنفوت على هالجيم يقولوا ها الحمد لله إجا حدا مهضوم، مش حدا نيه هلا إن كان من الروايح ولا كان من التليفونات. إذا بتريدوا عن جد مش معقول إنه كل العالم تكون عم تعمل جيم والناس عم تسمع دي كونفرساسيون، عم تسمع أحاديث لناس تانيين، ناس عم تجي على الجيم تترتاح تتريح أعصابها، وبشكل خاص كمان لحتينا تطلع من جو العمل. وأنتوا هيك مفروض الموبايلز بهالساعة تكون محطوطين باللوكرز والمفاتيح معكم وتنسوا كل شيء وتنبسطوا إنه جايين تعملوا جيم. فكيف إذا كنتوا رايحين عند أمين أنا أكيد بدل كون 24 في ساعة في اتكس وين ما كان، في اتكس، بس هيدا الحلو انه اليوم الاتكس مش بس على لما نقول نحن اتيكيت، بركي نحن كلبنانيين بنفكر على طاوله الاكل، نادين اكثر شيء بتبرهن لا وين ما كان في اتيكيت. وانا بشكرك دائما وانا بدي اشكرك كمان، يلا وثانك يو كثير. وهلا بنرجع لعند فاجأتيني اليوم بالثياب اللي لبستيهم، كان سربريز لي كثير كبيره غيرنا لكل مقام لباس. يلا ميرسي كثير، ثانك يو امين، ثانك يو.